الصبايا والشباب رح يطلوا معنا على المسرح بكل أناقة، وإطلالتهم التانية رح تكون بالبدلات والفساتين. شكر كتير كبير ومن القلب لمزين الشعر روي بشارة اللي اهتم بالشعر الصبايا. شكر كبير أيضا لسارة حمود الميك اب ارتست. أيضا من جدد الشكر لبوتيك فلولس علي لصاحبته رانيا زويدة الفقيه اللي لبست الصبايا فساتين السهرة الحلوة. إذا نبدأ مع أول كوبل معنا لليلة. بذكر إنه 25% من العلامة على تياب السهرة و 30% من العلامة على السؤال. إذا مع الكوبل الأول نستدعي الكوبل الأول على المسرح. مساء الخير للجميع. كيف المعنويات؟ طيب السؤال بيقول: ما هو مثلك الأعلى في الحياة ولماذا؟ وكيف نطبقه؟ الفنانة ليالا عبود رح تطرح عليك السؤال.
مسلسل نور. حبيبي إذا حالفك الحظ صرت مستر بلديات لبنان، شو أول شغل بتسعى لتغييره؟ بدي أسعى بقصص بتخص البلديات، يعني أسعى صعيد لبنان ما في أسعى شيء، بس إنما عم بحاول أعمل شيء يفيد البلديات، الشباب، دورات توعية، هذا الشيء نسق عن طريق رئيس بلدية حدث بعلبة. Thank you. شكرا لك مستر حدث بعلبة. شكر كتير كبير لمس بزيزة ومستر حدث بعلبة. نبقى مع الكوبلة الثانية. تحسين شكرا لك.
الثاني لأول كوبلين. أول شيء مساء الخير ومساء الجمهور الحلو ومساء اللجنة. بخصوص الكذب، في أمور بتتعلق يمكن كانت بشغلة وهن كانوا مرتين كذب فيهم على التدريب. أنا هولي ما كانوا كذب، كانوا إكسبشن بخصوص الشغلة اللي متعلق بين البوم وبين التصوير المسلسلات. ثانك يو. برجع
والموديل كريم الشاعر. إذا حالفك الحظ وربحت شو أول مشروع بتنافسه أو بتتعاون مع البلدية للتنافس؟ نعم إذا بتحب تعيد السؤال. إذا حالفك الحظ وربحت إن شاء الله، شو أول مشروع بتنافسه؟ وهل بتتعاون مع البلدية اللي انشأت فيها ولا بتتوسع على كيف البلدية بس خير. أول شيء بدي أشكر اللجنة، بدي شكر الكبير لأهلي والجمهور تبعي، وأكيد شكر الجمهور لكل البلدية. أكيد إذا الله بده ربحي، أول شيء بعمله أول شيء مع بلديتي إنشاءات المئات من ثقافية لرياضية لكافة الإنشاءات الشبابية، وأكيد بعدين بنتعاون مع كل البلدية. ميرسي كلازم. Thank you.
حد له سؤال؟ تعال اعزله. السيدة كريستال توتر رح تطرحي عليها السؤال. مساء الخير، قد ايه أهمية الإيفنت بمصاريف البلدية؟ أول شيء بشكر بلديتي لأني كنت شارك بهذا الإيفنت، ونظري كثير كثير حلو، وبشكر المدربين والداعمين لهذا الإيفنت، بشكركم كثير. نظري كثير حلو. إيفنت، إيفنت للبلدية. كثير إذا بترجع تجي للسؤال. السؤال كان قد ايه أهمية الإيفنت ببلدية؟ نشاطات البلدية. تنظيم كثير مهم للبلدية. وحفلات. مرسي. شكرا لك. مستر سفينة القايتة. مساء الخير. بالنسبة للكذب، الكذب مش حلو أبداً، بس الكذب في أوقات كتير بيحل بعض المشاكل، مثل بيسموها كذبة البيضة. وشكراً. شكراً كتير كبير لك مستر سفينة القايتة. ننتقل للكوبل التالي اللي معنا. تذكر علامة السؤال 30% من العلامة النهائية. الكوبل التالي نبدأ مع مس شويفات. Thank you.
سيدة كريستال توتال من جديد تطرح علي السؤال. أكيد بتمنى للكل يربح، بس أنا الأمنية هلا إني أنه أربح. وشكرا. شكرا لك مستر التغريد. إذا العرض النهائي لآخر كوبلين كانوا معنا. مستر سفينة القيطة، مس شويفات، ومستر الدغرين. شكر كتير كبير لمزين الشعر روي بشارة اللي اهتم بشعر الصبايا. طبعا شكر كتير كبير لسارة حمود الميك اب ارتست. اذا بنتابع مع الصبايا والشباب والكوبل اللي بعده. شو رأيك بصاحب النية السيئة؟ بعيده؟ مثلا لا انت مديرة هي شغلة هاي، يعني مثلا موظف عندك وانت مانجر متوقع انك بدك تعملي شيء منيح معه وما نطر للآخر وعمل ردة فعل، شو بتقولي له لهالموقف؟
ما نطر للاخر ليشوف اخر النهار اذا عملتي معه منيح ولا لا. مساء الخير، صاحب هي السائقة اللي هي هو الطريقة اللي بدي يتصرف فيها، مش يعني بتعكس طريقي اللي انا بدي اتصرف فيها، بالنهاية انا شخص كثير بروفيشنال وحضلني بروفيشنال للاخر، بده يتصرف مثل ما هو بده، بس انا بعرف تصرفاتي كثير. شكرا. شكرا لك مس منصورية. Thank you.
إذن عم بيتم أمضاء نتائج من قبل السيد وسيم الحلبي. Good luck لكل الصبايا والشباب المشتركين معنا لليلة. بالنهاية في ملك واحد وملكة واحدة، لكن ما حدا رح يطلع خسران. فبالنهاية هن اكتسبوا الخبرة، الوقوف على المسرح وذكرى كتير حلوة رح يحملوها معهم طول الحياة. إذن بانتظار تسلم أول انفلوب. طبعا إذن نبدأ مع مستر
وهو مين عنده أحلى عيون؟ مستر حدث بقلبك. مبروك. مستر آيس، مستر حدث بقلبك، ألف مبروك. ننتقل لمس آيس، مين عنده أحلى عيون؟ أحلى عيون هي مس كترمية، ألف مبروك. أحلى عيون مس كترمية بحفل ملك وملكة جمال بلديات لعام 2022. ننتقل لللقب الرابع معنا لليلة، مستر ومس إليجنس. إذن مستر ومس إليجنس، الأناقة لليلة طاغية. نستدعى للمسرح الملك دانيال صبح ليتوج معنا مستر إليجنس ومس إليجنس. نبدأ مع مستر إليجنس. مستر إليجنس معنا لليلة هو مين بتقوله؟ مستر تغرين. ألف مبروك مستر إليجنس، مستر تغرين. مس إليجنس معنا لليلة هي مس بوستا. مبروك مس بوستا، مس إليجنس. إذا الصبايا والشباب كلهم ربحانين معنا لليلة، مس إليجنس مس بوستا. ننتقل لمستر ومس فرنشيب، مين أكثر مشترك ومشتركة كونوا صداقات خلال هالرحلة؟ إذا مستر فرنشيب بدعي المدرب كريم الشاعر يتفضل معنا على المسرح لتتويج مستر أند مس فرنشيب. مستر فرنشيب معنا لليلة هو مستر سفينة القيطة. مستر فرنشيب. مبروك. إذا ننتقل لمس فرنشيب. مس فرنشيب معنا لليلة هي مس شويفيت. ألف مبروك مس فرنشيب. مس شويفيت، مس فرنشيب بحفل ملك وملكة جمال بلديات لبنان لعام 2022. إذا ننتقل للقب التالي معنا لليلة وهو مس فتنس، اللياقة البدنية، رياضة كتير مهمة. إذا بستدعى على المسرح الفنانة ليال عبود لتتويج مس فتنس. إذا مس فتنس معنا لليلة هي مس شليفة. Yeah.
شكرا إلي. مس بريتي هير، مين أجمل شعر من الصبايا الحلوين؟ بدي على المسرح سيدة كريستال توتر لتتوج معنا مس بريتي هير. أجمل شعر. إذن مس بريتي هير هي مس بزيدة. ألف مبروك مس بريتي هير مس بزيدة. ننتقل ل مس فوتوجينيك. مس فوتوجينيك معنا لليلة. ندعي على المسرح أولا مدام ستيفاني الخوري لتتوج مس فوتوجينيك. إذن الوصيفة الثانية لملك وملكة جمال بلدية لبنان العام
إذا مستر الفيلم مس فوتوتشانيك والوصيف الثاني معنا لليلة. ملك كمال بلديات لبنان للعام 2022. مستر بس بدي اتمنى على الاهل ما حدا يطلع على المسرح ابدا 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 لنخلص الملك والملكه ناخذ التصوير للصحافه وبعدين بتحتفلوا قد ما بدكم. بنرجع بنقول مبروك للجميع. الكل يعني بتمنى انه يكون طالع مبسوط. هلا تبسمتوا؟ ما عم تتبسموا؟ ليش ما بتتبسموا؟ فبتمنى انه من الاهالي بس تكون مصور. وبدي اقوله انه الملك
لبنان بأكثر من حفل عالمي. في بشهر 2 في عندنا أول حفل، بيرجع بشهر 3 في حفل. وممكن كمان الوصفة كمان إذا حابين يسافروا ممكن كمان يمثلوا لبنان بهيدي الحفلة. ملك كمان بلديات لبنان للعام 2022 مستر عرض النعمة. Yeah.
ليأخذوا الصور التذكارية تبعهم. Thank you.